أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنك من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون ما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يصفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أصبحك فانظر ماذا ترى قال يا براء يا براء والله لقد كاد قلبي أن ينخلع والله لقد عجز لساني عن الحديث وقد يتساءل الناس ما الذي يبكيك كلكم تعرفون قصة هذه البراءة أسأل الله أن يكتب لها الشفاء لأنها تحفظ كتاب الله كاملا أسأل الله أن يشفيها وقد دخلت معنا على البرنامج والله يعلم والله يشهد بأنني لأول مرة في حياتي أبكي من قلبي والله يشهد على ذلك لأننا نتحدث في الرضا بقضاء الله تعالى وقدره وهذا هو قضاء الله وهذه هي إرادة الله فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه اصبري على أمر الله يا براءة أسأل الله أن يشفيك وأن يشفي كل مريض مسلم بحق لا إله إلا الله هذه براءة يا أحبائي أخت طفلة صغيرة مثلكم تحفظ كتاب الله تبارك وتعالى كاملا وقد ابتلاها الله تبارك وتعالى بمرض ادعو لها أن يشفيها الله تبارك وتعالى وأن يشفي الله كل مريض مسلم